مرحبا بيك يا عايش. لاباس خويا؟ لاباس يا عايش. انت من الشباب اللي كانت تعمل مشروع صغير وعنده نصبه من اخرى في سوق الخرده لهنا ولا سوق هذا؟ انا اسبانيا. تبع اسبانيا. اسبانيا. قداش عندك كنت عندك؟ شي عام من عندي عام من حول الانتساب. انت قداش عندك؟ نخدم 5 سنين. 5 سنين ومن بعدك شو عمل العام هذاك يتنحى؟ يتنحى شيء. شو تبدل فيك؟ بدل كل شيء، تبدلت الماديات، الفلوس ما عادتش معناها سين، معناها عنده كان الخدمه هذيك، عنده كان الانتساب، ياكل منه ويشرب منه. كنت عندك سلعه شنو انت؟ نبيع في المكياج انا. مكياج. كنت تصور خير من توا؟ خير من توا، يعجبك شي زاده؟ توا ثم شيء. ثم شيء. حسكم برشا شباب انتم اللي كانوا عندكم نصبات ما بعتوش على السوق، خلقتوا موارد اخرى انه تتحمل ما تحبس ما تحبس، ديما تحرك، ديما تخدم، جيب اي حكايه تقبلها الحانوت، هذيك هي. لازم تخدم ما تعداش عم تاع الناس، اما هما ما يلزوا فينا باش تعدوا عم تاع الناس. بعض ممكن القراب منك اللي مش فاهمين طبيعه خدمتك، اللي مش فاهمين الصعوبات اللي تعرض لها، يقول لك كيفاش تعمل انت هاك ماشي جاي في السوق؟ لا هو داري علينا فاش نعمل؟ ما ندريش علي، نجيب سلعه نبيعها الحانوت، نجيب اي حكايه نبيعها ونروح على روحك. تو سامحني المكياج اللي كنت تبيع فيه شنو بالضبط؟ ما تقوليش اللي بودر وحاجات هذو. اي شنو مكياج؟ مش ما على الشمس كمام، هما ماهمش يدوا حاجات اصلي. كي نعملوا النصبه نغطوها معناها مش. من قبل بلا التونسي يشري، البنات التونسي يشري ولا. شي زاد. اللي ما يشروا وتنحى عليهم السلعه نتاعنا نحن تولي وجوههم كل واحد. شنو مش باين نقول الكلام هذا؟ نسالك خاطر انا خاطر كمام هو سلعه مكياج وفي الشارع وغبره وشمس. ومصدر ومجهول المصدر، نحكوا الصراحه احنا. نبيعوا دوريجين ولا لا والله لا، واستعمل فيه توانس. فون دوريجين زعما انا 5 سنين نبيع، ما ثماش حتى واحده رجتني قالت لي روجي هكا ولا لا، عادي مكياج نورمال. يقول هو نفسه اللي يبيعوا فيه النصابه في الشارع، هو نفسه يبيعوا فيه في البارفوميريت ويبيع فيه حتى في بلايص اللي ما مختصه في المكياج. السلعه تجي ما عند واحد برك. على جماعه البوتيك يشري لك، اخرج في البوتيك هذاك يبيع لك. غالي وجماعه النصابه بتبيع يشرو بالجمله ويبيعوا ياك صح. حانوت عنده باتين ده بتبيع باش يغلي وعنده صناعه وعنده كذا، والبرا ما عنده شيء، عنده الانتساب ينصب معناه وكاو. السوق هذه فيها برشا حاجات رخيصه تاع استعمال يومي، سواء في الكوجينه في اللبس، كل شيء رخيص. الجمله لهنا معروفه، الخربه معروفه بالرخصه نتاعها، تجيها تونس كامله. معروفه بالوسخ لهنا. اه؟ الخربه معروفه بالوسخ لهنا. الوسخ هذيك البلديه واحنا تاع من البلديه. من قبل كي كنت عندكم نصبه ما كلمتوهمش، ياسر مسخه. يعني تحكي مع البلديه ما نحيش الوسخ. تحكي مع البلديه وتقول الوسخ. احنا كمواطن المفروض تحكي مع البلديه. ما نحكيش، احنا ما حكيناش وصحتونا، خليك نزيد حكينا. ابار سا صديقي، توا بعد عام كي تنحت النصبه، مش قالوا على اساس باش يخصوا لكم مساحات وحطوا لكم بلايص؟ اي عطوه بلايص في منصب باهي. اي عطوه في منصب باهي بعد الزلاز بعد الموت. شكون باش يجينا احنا؟ شكون باش يجيك غادي؟ شكون باش يجيك؟ يجوش يا ما يجوكش غادي في منصب باهي باش يجيك نساويه. حبيت لها سنوات باش يسنس بها المواطن باش ينجي يولي يجي الغادي. يا بعيدة عطوها بعيدة ومشي بها يا معنا. على اساس فما سباس لهنا شي يعملوها سنة. وكيف كيف مشي بها هي الوحيد لهنا الخربة ولا اسبانيا هما الباهي. فين عطاو لهنا سامح؟ ها؟ فين عطاو؟ فوق. وعطوه في باب الزيرة. هاي قريب وهي في وسط السوق. باهي ممكن انتم سانس ما تخدم لهنا كيما تخدم حاطينك في واحده مسكرين عليك. هي ما تخدمش. فما اللي مونجي سليم ولا شو اسمه هذيك ما فما شيء. النصبه مسكنات قاعدين وما فماش ناس تدخل. ما يدخلوش ليك، شكون باش يجيك؟ مرات تخيف تدخل غادي سبحان الله. فرق ما بين لهنا حوانيت وكذا، حتى الحوانيت ماتت، حتى الحوانيت ما عادش تخدم. كنا احنا نخدموا فيهم في النصبه. برشا في برشا بلايص الحوانيت ماتت، جمله نسمعوا فيها هذه كلها. مشينا على ارواحنا، نحن رانا كيما غزه. هما عندهم اسرائيل غادي ونحن عندنا اسرائيل لهنا. صعوبات اقتصاديه ما تقولش هكا. يعجبك شي اقتصاديه؟ كيفهم نحن؟ هنا جوعنا الاخر، هما باينين انا حارب، اما نحن رانا جوعنا والله. مطيشي تعيش في عائله معاك؟ ايه يعجبك شي زاد. عرس انت؟ لا والله ما نحبش نعرس. ايه على سبب مادي؟ لا والله لا نعرس ما نحبش. تخمم في المصروف تحس هرزينه واش تذكري ومصروف وداور والله عادي. ما عندناش بنويت نحن نتاع عرس. عندنا بنوي. عندك خواتك؟ عندي خيوتي. عندك خواتك تحكي هكا تو صديق؟ يا بنتي لا. آه.
تقبلش ان البنات تقول معنا شرجال، معنا سامحني ما نحبش ندخل في التفاصيل هذه. تو بناوي تو شنو؟ اول حاجه احنا قبل امياتنا قبل سيب الحق تو ليه شنو؟ كلامك على فكره ما ما يتمشاش مع انت شاب متفتح شاب مثقف. اخذر لي شنو قلت حاج تحاسب ربي؟ قال الرجل والمراه، ما قالش الرجل كهو تحاسب المراه كهو. نسبه الفساد اللي نشوفه فيها في الشارع في الرجال نتاع تونس، نحكوا حاجه اللي ما يسمع ما يستحقش بالطبيعه، ما نحبش ندخل في تفاصيل. نحكي طفل مازال عمره 17 عام 18 عام، الموبقات الكل عاملهم زطله ومخدرات سوبيتكس زرارق، شنو هذا؟ نسيتي انت البنويات اش تعمل؟ صديقي راه ما ندخلوش في التفاصيل الدينيه، ماكش انت ربي ومانيش انا ربي باش نحاسب حد. كان انت تحكي على مانيش انا ربي باش ندخل نحاسب حد. يعطيك الصحه، كان انت تحكي على الشباب زطله ودوي، ثم بنويات يبركجوا. اي كلمه؟ يبركجوا، بنات تبركش. يعني يفكوا. بركجات؟ ايه بركجات، ثم بنويتي بركجو، ثم ثم بنات يبيعوا في الزطله وبيعوا في يقعدوا ديما نسبه اقل برشا من كيف بعضهم كيف بعضهم. لا اقل، سامحني راك واعي مثقف وواعي شوي ومخالط الشارع، ما تنجمش تقول نسبه لك هما نسبه الاولاد في الشارع 80% من البنات. البنات يعبتوا يدوروا كيف كنتي في الشارع ويدبروا نصبه وخدمه. البحر مات الناس الكل في البحر. نعطيك اكزومبل سي سا، لو مثلا مركب فيها 20 واحد شي حرق تلقاش فيه واحده ولا اثنين في السنوات الاخرى. صحيح صحيح، هي نفسها زاده في السوق تعبت باش تلقى الفساد. البنات وحده ماهمش لا ما مشيتي لا، ثم بلايص ثم بلايص امشي لها وشوفي بعينيك تكوخ تلقاها كل بنات وتلقي وليد. يا ولا يا خويا اليوم اليوم ولا احنا نطلبوا من الدوله تلفت شويه للشباب الحق راه ويشوفونا حل بالحق، حل حل بالحق. ناس بطاله راهي شفت السوق هذايا، كانت نساء كبار يجي يسلعوا ويبيعوا، وكانت مع تونس كامله اقتصادها باهي معناها. تو الناس الكل ما عادش بالحق، ما عادش الناس الكل ماتت ما عادش عليه رسول الله. نقول لك حاجه ترددت برشا مرات، يقول لك اللي فما في اسواق معينه اللي خذا النصبه وخذا البار نتاعو هو اللي راهو سامحني لي بونديز واللي اللي 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 مسيطر شويه واللي تاجر في المخدرات والله شيء والله اعطاهم البلايص وما اصل ما اصل ما يحبوهاش البلايص هذيك، اصل البلايص هذيك ما تخدمش. برجو لي ايامات بن علي مشت صراحه، عرف امتي الوحيده، انا امتي الوحيده كان جاب بن علي حي بالحق نعملوا له قضيه اهمال عيال، هذاك باين اهم منا بالحق. راه كنا كلامك ما يعجبش برشا تواسه برشا خاصه المسؤوليه. ماكش زاد يا ودي، احنا اللي عملناها القاصرين احنا نستاهلوا. واحد ضربت ايده ما توجعوش، كنا عايشين راكحين امورنا هاني، خبز وماء وبن علي. لا الخبز وينو تو؟ خبز وما ثمش والماء ما ثمش اصلا. باهي ولا؟ باهي تخسله ما حاله. ان شاء الله ربي يهدي وكا يهدي صحيت ان شاء الله تصلح. وان شاء الله ما عرفش انا ما تونس هي تونس دخلوا عليها تلقيح. العالم الكل هو تلقيح مش بالزهايمر، مرضت العبيد يا بنت، مرضت بالزهايمر. يعجبك شي زيد؟ شكرا لك. يعيشك.